أظن أنت جربت، أنت جربت، لأن اللي بدأ بالأكل والدم ومطاوي البلطجية طبيعي أنه يوصل لمرحلة نخنوخ وإبراهيم العرجاني وميليشيات خارجة عن القانون. الميليشيات دي بدأت إمتى؟ الميليشيات دي بدأت زي اليومين دول من 11 سنة وبدأت تمارس هوايتها في قتل الإخوان المسلمين أو الوطنيين المصريين، يعلموا عليهم، يغزوهم، يقتلوهم، يحرقوهم. دي كانت البداية وصولا إلى أنهم بقوا ميليشيات مسلحة، سواء بتاعة العرجاني أو بتاعة صبري نخنوخ. كيف بدأت هذه الميليشيات؟ شوف معايا مشهد من أكثر من 11 سنة. المشهد اللي حضرتك شفته قدامك ده كان بداية سطوة البلطجية، كان بداية سطوة المجرمين على الدولة المصرية. الدولة المصرية دلوقتي عايشة تحت جناحين من البلطجية، الجناح المنظم اللي هو بالقوة المسلحة، ودول معاهم الدستور بيحميهم، ولكن بمنتهى الأسف الدولة المصرية مش مكتفية بدول. الدولة أو النظام، عشان نفرق بس، الدولة المصرية دي دولة كبيرة، النظام مش مكتفي بدول، فقرر أنه يستعين وبشكل وقح وبجح بشكل واضح بالميليشيات. ولكن الميليشيات المرة دي ما بقاش اسمها تمرد، بقى اسمها فالكون، بقى اسمها اتحاد قبائل سينا، على رأسها إبراهيم العرجاني اللي اعترف بخط إيده قدام المحكمة هناك في زامبيا إنه هو المجرم صاحب الطيارة، زي ما قلنا لحضراتكم هنا. فاكرين لما قلنا لكم طيارة زامبيا بتاعت إبراهيم العرجاني؟ فاكرين لما قلنا لكم ان الطياره دي بيسوقها عصام ابراهيم العرجاني؟ فاكرين لما قلنا لكم ان ابراهيم العرجاني متورط في الطياره دي بشكل واضح؟ زامبيا بعد المحاكمات طلعت الوثائق اللي بتقول ان ابراهيم العرجاني كتب ووقع قدامهم ان دي طيارتي وانا متحمل مسؤوليتها. وتدخل السيسي وتدخلت السعودية ودفعوا رشوة علشان يفرجوا عنهم ويرجعوا مصر. وبالمناسبة لما رجعوا مصر محدش فيهم اتحاكم. عرفت ليه الميليشيات دي كان بيتم علفها من سنة 2011 و12 و13 عشان بعد كده تبقى مراكز قوة في الدولة المصرية، مراكز قوة بيستخدمها عبد الفتاح السيسي، علشان لو فكرت حضرتك تنزل في يوم وتقول له ديجاج خلاص مع السلامة مش عايزينك، يحصل لك ايه؟ يحصل لك زي المشهد اللي شفته من شوية، تطلع عليك الميليشيات دي تقتلك، تعتقلك، تغزك، وهكذا. عموما عايز اسمع من حضراتكم، عايز اشوف معاكو احنا وصلنا فين، الخراب اللي وصلنا له وصلنا فيه لحد فين. ده تقرير هنشوفه مع بعض، وبعدين هنرجع علشان نسمع منكم أخبار البلد إيه بعد 11 سنة من ثورة إيه؟ ما أقدرش أقول ثورة. بعد 11 سنة من انقلاب عبد الفتاح السيسي بثورة مصطنعة. يا ريس أنت، أنا لما جيت القصر الجميل ده شوف حاجة جميلة جدا وفخرة جدا، والنجف والديكورات. فسألت نفسي ساعة ما جيت، قلت لهم الريس ما نقلش ليه من بيته اللي في تجمع الخامس الشقة الإيجار اللي واخدها دي اللي أنا عارفها، وجا سكن هنا في القصور الرئاسية ليه؟ ده هنا ده المكتب، ده اداره ليه متمسك ببيتك القديم؟ ليه ما نقلتش في مقرات الرئاسه يعني؟ لا امر طبيعي جدا، ما فيش رئيس هيفضل مده واثنين وثلاثه واربعه، خلاص الدستور قال مدتين وممكن تبقى مده، فانا في بيتي، انا موجود في بيتي، ولو انتقلت لمكان اخر من اجل تسهيل الحركه جايز لفتره، لكن بيتي هو بيتي اللي انا حاسس بيه، اللي انا حاسس فيه، اللي انا عايش فيه مع الناس، اللي بروح اقابلهم واصلي معاهم والتقي بيهم وازورهم، واولادي ينتقلوا معاهم ويتعاملوا معاهم، سواء في الزقازيق او في القاهره في التجمع الخامس. انا عامل قصور رئاسيه وهعمل، هي ليا انا، بعمل دوله جديده. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا، انا اعمل واعمل واعمل. عشان كده ابدا ابدا محدش يتحكم فينا ويقول ده انتوا خدوا قمح من بره وخدوا ذره من بره وخدوا اكلكم من بره، ابدا ابدا. اللي عايز يبقى عنده اراده لازم ينتج اكله غذائه،
لازم ينتج وصنع دواه، لازم ينتج وصنع سلاحه. برضو الأسعار عايزين تسيطروا عليها. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. الموضوع بسيط يعني. ينفع التعليم في إيه مع وطن ضايع؟